غادي تاخم تاعك لنا الاستخلال هما يقروا في الكتب وحنا كونكتي فاختال بناو التوريفال وحنا بنينا الافريكا يلبسوا فضلتهم نلبسوها روبا فيكا اخترعوا دوايات احنا اخترعنا مراد. معنا محمد الكيتوني شهيرة كيتوهان خرجت غنية اسمها يا متشدد. نحب نسألك شنو ما الأسباب اللي خلت تخرج غنية هكا؟ الأسباب واضحين اللي فما ظاهرة جديدة داخلة على المجتمع التونسي اللي كنا في نهار من نهارات بالأمس القريب كما نقول كنا يد واحدة وخيان ولينا نسمع في لغة جديدة متاع أنتي مسلم أنتي كافر ولا فما تفرقة بين ناس مثلا تمثل تنسب الروحة اللي هي تمثل الإسلام فهمتني وهي ما تمثل كان روحة بالطبيعة. أي واحد معناها يتخالف معه حتى في جزئية صغيرة يعني هو كافر وملحد وزنديق ويجب محاربته فهمتني. لهنا شكون اللي يلزم محاربته اللي السيد اللي يقوم يعني بالتفرقة ذي فهمتني. معناها حكاية تمس الوحدة الوطنية نحن حكاية جديدة كما قلت لك على المجتمع نحن قدام خيارين يا نسكتوا عليها يا نتكلموا ونحن الرابرات ما نسكتوش صح خلي يصير معنا مستعدين لكل شيء. صار لازمنا نوضحوا حاجة اللي هي ماهيش على السلفيين كيما برشا يحبوا يروجوها ويحبوا فهمتني يشوهوا التيت. سيأتونك حتى أكثر من هناك من هناك ومن هنا سيأتون من كل مكان وسيطهرون البلاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 13 قرن عشنا توانسة مسلمين فينا اللي يشرب واللي يسموك وفينا المتقين عشنا ما بعضنا فرنا سادة ما بعضنا خطرنا نعيش الفقر وزيد فوق هذا مقموعين 2011 خرجنا للانتقام وفما اللي ما صاروش معانا خطر الثورة حرام نفس اللي تخبوا خرجوا اليوم كفرونا مسلمين وكفار هكا قسمونا يكحرولك كي تتعدى في يد القارورة ناقم عليك كان يلقى يفجر البورة بورة يعني أنا السلفيين ما ريت منهم حد شيء بالنسبة اللي نعرفهم أنا يعني اللي في البيئه اللي نعيش فيها ما قابلت حتى واحد من معناه من الناس اللي قاصدهم يعني في تيدر هذا بالنسبه للتهديدات وغيره بون فما في الفيسبوك وفما ما كيما قلت لك راه وريت الانسان اللي يعمل تيتر كيما كي لازم يكون يعني محضر لاي حكايه وانا يا خويا حاضر لكل شيء هو ديجا معناه كان باش نتمس انا هما بيدهم يعرفوا اكثر مني انا واكثر من اي واحد اللي مش في مصلحتهم مش في مصلحه اي إن كان كوني انا نتمس انا نجم نمشي نجم نعطي روحي قربان يعني للثوره ذي فما ماتوا قبلي 300 ولا 400 مواطن يعني 301 ولا 302 يعني حكايه فيها جاتك عروض معناتها باش يشروك باش تسكت على الحكايه اللي تحكي فيها هو راهو شوف مش يشروني يعني هما ولا باش يقولوا لي ما فما حد يشري حد تبقى شني تبقى لي كونسير يعني نتاع الراب شكون اللي ينظم فيه تو نحن مصدر الدخل نتاع الرابرات شني كونسيرت نتاع الراب فهمتني الأغلبية اللي نظموا فيها ناس معناها تتبنى الفكرة ذي كي انت باش تعمل غناية كيما كي بالطبيعة ما عادش باش تطلع في حتى كونسير تولي مهدد في كونسيرتك تولي ناس تحسب برشا حسابات قبل ما تعيط لك فهمتني كي نقول ما حاجتيش بفلوسكم يعني ما حاجتيش بفلوس الكونسيرت مش معناها هما بيدهم فما بورتون فما ناس أخرى يعني مانيش نقصد في شخص معين يعني كلهم موجودين تتبنى في افكار يعني بقمه النفاق باش تاخذ الفلوس هذيك وهي حاجات معناها فوق من قلبها تحكي فهمتني بالنسبه للناس اللي انتقدتني في الفكره نتاعي مرحبا بهم نحن راه معنا مع النقد وكما ما جينا ما نسمعوش النقد رانا عمرنا ما قدمنا فهمتني بقى الناس اللي تجرحك في شخصك انا بطبيعتي ما نسمعهمش يعني كي ديريكت يدخل معناها يسبني انا في شخصي ديجا ما كملش نسمع له الكومنتير نتاعي وكسوا حتى في الشارع يعرضني بون في الشارع الأغلبية الناس تشكر وفما حتى اللي معناها ناقشني في الفكرة فهمتني نجاوبهم مثلا هما قالوا علاش جيتو أنت تبدل بار اكزومبل اسكو نفاق بون وقتاش يتسمى نفاق كي تبدا بين نهار وليلة الحكاية فهمتني مثلا اليوم حكيت حكاية غدوة نحكي نقيضها جملة من بعد غدوة نرجع للحكاية الأولى علاش باش فما ربح معين يعني وقتاش واحد ينفق كي تبدا فما ربح معين يعني شنو هي الربح اللي باش نربحو باريكسون كان معناها الكونسيرات معناها الدخل يولي ما عادش مضمون كان على ما كانوش عندي مثلا بوبليك يكرهني اليوم ولا عندي بوبليك يكرهني ما عندي حتى منفعة من تيتر كيما كي فهمتني هو شنو كان على أرماجيدون الاختلاف بين أرماجيدون وتيتر يما تشدد بيناتهم 3 سنين مش معناها راه الواحد ديما بطبيعته في الفترة متاع الإنسان ديما واحد يتطور في الفكر متاعه
يتطور مش معناها يتحسن، ينجم انا نكون نتطور في سونس غلط، فهمتني؟ اما حاجه ما تنجمش تعرفها، المفيد واحد يقول الراي نتاعو بالحاجه المقتنع بها، وانا عندي اسباب يعني يطول شرحها يمكن في مناسبات اخرى. شعب حر حد ما يتحكم فينا، ربي اللي يهدي مش بالسيف انتي باش تهدينا، جينا للسلام كان انتو ما شوهتوه، ماناش كفار حتى احنا ربي نعرفوه، نعرف في تفكيرك مش موجودة الحريات، عاطي تفجرنا معاك باش توصل للحريات، تي كان تلقى ترنع الاختلاط في الانترنت، فيسبوك للرجال وفيسبوك للبنات، كلنا توانسة يا معلم خلينا وخيان، تونس حاجتها بينا ماناش حرقين للطليان، عندك الحق تفسر وحدك القرآن، أما ما عندكش الحق تفرض علينا تفسيرك، نبقى مش مرهونين في